السلام عليكم خوتي أزول، تحية لكم شباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أونفينيك دي زد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا. وما ننساوش تحية احترام وإجلال للشعب الفلسطيني، لأهل غزة، ربي ينصرهم على العدو الغاشم الصهيوني، وربي يرحم شهدائهم، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أولا خوتي، نعتذر على الغياب القصير لأسباب مهنية وأسباب خاصة. سنعود بإذن الله مادام الرسائل تلحقني في الخاص والناس صافي بليز يدي يعطوني واحد لي ميساج يموتيفوني. سنعود باذن الله ونعود. عندي ملفات جميله وجميله قويه ومفاجات وحصريات حنتكلموا عليها في قادم الايام باذن الله. اليوم نتكلموا على المنتخب الوطني، على وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري. وليد صادي يقوم بعمل جبار في الاتحاد الجزائري. وليد صادي، الناس ما تعرفش اين كان وليد صادي هذا الاسبوع. غاب بعد مباراة الموزمبيق، المباراة والفوز الجد عادي للمنتخب الوطني ضد المنتخب الموزمبيقي اللي بعد العشر هنا فوز عالمي. اليوم نتكلموا على السفريات ونعطيكم أمور حصرية من مصادرنا الموثوقة من مبنى دال إبراهيم بالفاف. نعطوا جولة على ما قام به رئيس الفاف في جولته الإفريقية. قام بجولة ماراثونية في خدمة للمنتخب الوطني وخدمة جليلة للناخب الوطني. وليد صادي يعطي كل شيء، كل الإمكانيات بطريقة محترفة. نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء أسأت. وليد صادي يقوم بعمل جبار للمنتخب الوطني. نتمنى هذا العمل يكون لكل المنتخبات الوطنية السنية بإذن الله وإلى الكرة المحلية. ولكن من كاين كما يقولوا ليجيسيونس، كاين منافسات قريبة، هي الكان للناس راهي داير عليها آمال كبيرة من أجل التتويج بها بإذن الله. الوليد صادي يقوم بعمل كبير. الناس ما على بالهاش بلي وليد صادي ما رجعش مع المنتخب الوطني، ما رجعش في الطائرة الخاصة، دار جولتين أو ثلاث جولات إفريقية ماراثونية هتشوكية من أجل توفير أحسن الظروف للمنتخب الوطني وللناخب الوطني جمال الوطني. وحنتكلموا بوزيتيف، نتكلموا بطريقة إيجابية باش نقولوا بلي وليد صادي راه مد لابال للناخب الوطني، عطاه كل إمكانيات، عمره ما شاف إمكانيات كما هذه المرة. ما يخفاكمش، راح الموزمبيق في طائرة خاصة، وجامي صغار ليكيب ناسيونال يروحوا في الطيارة اللي جابها صادي، باسكو ما يخفاش لكم الطائرات اللي كانوا يفواجوا فيها بكري أليبوك أو من قبل، أو زفزاف ولا عمارة ولا سطيوش ولا حتى جوبونس راوراوا. نظن راوراوا دارها، في سفريات سبيسيال، ولكن كانوا أغلبية الطائرات يحبسوا في بوركينا فاسو أو يحبسوا في جانات أو يحبسوا في تمرس باش يعملوا كيروزان. من كانت الوقت ضيق للمنتخب الوطني يلعبوا لو 16 ويلعبوا 19 مع الموزمبيق، جاب طائرة كبيرة، لي بوينغ كبار اللي يروحوا بهم الامريكان، اللي يروحوا بهم كندا، اللي تروحوا بهم لاشين. هذو طائرات قليل تلقى، ما عندناش بزاف منهم، باسكو يديروا السفريات الكبيرة تاع الخطوط الجوية الجزائرية، يروحوا بهم كوتريا الموريال، ولا يروحوا بهم لاشين، لي ديستيناسيون ولا لا روسي، ديستيناسيون كبار، باسكو هذو فيهم البلان تاع هذاك الوقود تاع الطائرات كيروزان. صادي جاب لهم طياره من الحجم الكبير، واه خويا من الحجم الكبير، ما داروش ليسكال، راحوا ديريكت، ما داروش ترونزيت باش يعملوا كيروزان كوم لابيتود كانوا يعملوا في تمرس، يعملوا في اليزي، يعملوا في جانات. هذه تحسب لي وليد صادي، خمم لها وخطط لها. هذا تحسب لي صادي عنده امكانيات في هذه الامور، باسكو اشتغل فيها اليبوك وقت راوا. بعد نهاية المباراة والفوز ضد الموزمبيق، الفوز الجد هادي للمنتخب الجزائري ضد المنتخب الموزمبيقي،
الهادي والهادي جدا. بعدها وليد صادي لم يرجع مع المنتخب، نعطيكم امور حصريه. وليد صادي بعدها سافر الى بريتوريا الى جنوب افريقيا. علاش جنوب افريقيا؟ شكاين واه راه دار خيارات للمنتخب، راح باش يحضر تربص للمنتخب الوطني في جنوب افريقيا. راح بريتوريا شاف كل المنشآت في جنوب افريقيا، طوب تاع لي طوب تاع المنشآت الرياضيه، شاف شكاين، شاف كاع الامور، لقى بلي كاين كل الامكانيات، هندس كل شيء، وجد كل شيء، هاشا كاين ما منديرو من ماتش اميكو، ما منديرو مباراه وديه، عطى دار حوصله على تربص جنوب افريقيا. بعدها بضعه ايام انتقل الى اكرا، الى غانا دار كل الامكانيات، شاف الملاعب، شاف التدريبات، شاف كل شيء، وفر كل شيء للمنتخب الوطني من اجل يدير تربص في غانا. الخيار الاول هو جنوب افريقيا، الخيار الثاني هو غانا باكرا. اكرا قريبه، ممكن هو المكان المناسب لانه قريب من كوت ديفوار، حوالي ساعه وربع بالطائره. دار وجد كاع الامكانيات، ودار الحوصله، ودار الكونترول نتاعو، ودار دوزيام شو. تروازيام شو هو غينيا الاستوائيه في مالابو، تماك ثاني وفر كل شيء وفره للناخب الوطني. حصريا المنتخب الوطني سيختار، الناخب الوطني سيختار بين ثلاث: جنوب افريقيا، غانا، او غينيا الاستوائيه، وهو له حريه الاختيار. وفي هذه اللحظات، في هذه الايام بعد نهايه تربصات الكاس العالم، المباراه الوديه الرسميه، الناخب الوطني ووليد صادي يقوم بكل الاتصالات من اجل برمجه مباريات وديه، اما في اكرا، غانا، او غينيا الاستوائيه، او جنوب افريقيا. هذو ثلاث خيارات للناخب الوطني. دروك صادي كما قال لك باقي لها غير نتفكر واحد المقوله قالها زاهر رئيس الاتحاد المصري السابق المرحوم رحمه الله عليه، قال لهم حسن شد حشاته، كون يطلبني في لبن العصفور نجيبها له. انا نشوف بلي صادي يقدر يجيب لبن العصفور لجمال الماضي ولكتيبته. صادي اعطى كل الامكانيات وكبيره سيرار مطلقة اتحاديه، رغم الازمه الماليه الخانقه التي تتخبط فيها الاتحاد في كره القدم، صادي دار الباكي اللي كيف نصر، عطاهم كل شيء. روك الكره في مرمى جمال بلماضي، وليد صادي يرمي الكره في مرمى تسيير احترافي واكثر من احترافي. هاد صوح مش نعرف من وقت راهي اكثر، لان ما يخفاش عليكم وليد صادي هو كان رجل خفاء وقتها وراوه، شهاده لله، هو كان يقوم بعمل جبار وشارك بنسبه كبيره في نجاحات المنتخب الوطني. حقيقه حجروره وانسان متمكن في الكواليس، هو وبمشاوره وليد صادي قاموا بعمل جبار. حتى زبزاف شارك معهم مالك، كان مشارك شهاده لله، لكن زبزاف عيبه انه انضم الى عصابه سيدي موسى واصبح جاريه عندهم، لهذا قلنا لكم ما غاديش ينجح. الان وليد صادي يقوم بعمل جبار، راح وليد صادي راح يعمل بنيه صافيه اتجاه المنتخب الوطني واتجاه الناخب الوطني. نتمنى تكون يقولوا الرد الجميل هي بالفوز، او على الاقل نهائي كاس افريقيا بالكوت ديفوار. وليد صادي بعد سفريه شاقه وماراطونيه في ادغال افريقيا دخل الى الجزائر يوم السبت صباحا. واه السبت، نظن السبت او الاحد، والله ماني تلفت لي المعلومات اللي عطاوها لي، على ما اظن السبت صباحا. نعم السبت صباحا دخل بعد اكرا، انتقل الى باريس، من باريس دخل الى الجزائر، دخل الى ارض الوطن. سيدرا غايب على عائلته اكثر من اسبوعين، لان الويكاند اللي فات جمعه سبحت كان في الموزمبيق مع المنتخب الوطني، وهذا الويكاند الثاني كان مع
كان في السفر يتاعه في افريقيا. السيد غايب حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع لعائلته، وهذا يقوم بتضحيات من اجل توفير كل الامكانيات للمنتخب الوطني الجزائري. سادي يخدم بنيفول متطوع في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه ما يخفاكمش، يخدم متطوع، ما عندوش سالار، ما عنده لا 5 ملايين لا 4 ملايين، استمرار كيما زعيم الهيشر. فوالا، وانا اعطيناكم امور حوصله على الناخب الوطني جمال الماضي ووليد صادي، وفر له كل شيء، واعطيناكم حصريات المنتخب الوطني. قد يتربص في جنوب افريقيا، قد يتربص في غانا، وقد يتربص في غينيا الاستوائيه. الخيار سيبقى للناخب الوطني. من بعد كاين مباريات وديه في دردشه وفي محادثات مع عده بلدان افريقيه. نهار اللي يطيحوا ان شاء الله هذو لي ماتش حنتكلموا عليهم، ونقول لكم ما هي المنتخبات اللي غادي نتبارو معها في المباريات الوديه. حظ موفق للمنتخب الوطني، حظ موفق لوليد صادي، حظ موفق لزعيم الهيشر الحكم، عفوا المدرب الخط الوردي قوس قزح، نتمنى الخط حظ موفق لان انت تمثل الجزائر، وسنتمنى لك ان شاء الله تفوز بالكاب. بوكو با بصح كون نفوز بالكاب ندير ضده ما عليش، هذه غير نربحوا لاكان، نربحوا لاكان باسكو الجزائر تربح لاكان. تحيه لكم خاوتي، وان تو تري برازيلي، وقالوا دي سوجي تشابيت مناح مناح. كاين واحد الامور حصريه حنتكلموا عليها في قادم الساعات او قادم الايام باذن الله. تحيه لكم، وان تو تري فيفا لاجيري.